السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا أشكركم على هذا القناة، الله يحفظكم. آمين، جزاك الله خير. أولا يا أخوي عندي سؤال للشيخ حفظه الله وبارك فيه. نعم. يعني أفضل الدعاء في السجود ما هو؟ يعني أفضل الدعاء وعند رفع اليدين، يعني أفضل الدعاء. بس أهم شيء عند الركوع في السجود أفضل الدعاء. أبشر أبشر يا أخي. نعم. عبد الله من اليمن، أفضل الدعاء في السجود وعند رفع اليدين. ما هناك دعاء خاص في السجود هو أفضل الدعاء، إنما هناك يعني سلسلة أو مجموعة من الأدعية التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو بها في 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 سجوده وفي صلاته عموما. فينبغي الحرص على هذه الأدعية وتأكيد الدعاء في 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 حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقرب ما يكون المؤمن من ربه وهو ساجد، وفي حديث ابن عباس فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله تعالى في السجود. لكن ليس هناك دعاء خاص، لكن من أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.